السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قناة العيون ميد اليوم الفيديو تاعنا غادي يكون حول طريقة اشتغال هذا السيخ هذا واللي سبق لنا تكلمنا عليه وعرفنا الطريقة كيفاش يمكن لنا نصاوبه بحال هذا السيخ هذا وقبل ما نبدأ في الشرح ديالنا لهذا الفيديو هذا كنتمنى أن لما مشتركش في القناة يشارك وما تنسوناش باللايكات تاعكم ونتلاقاو من بعد هذا الفاصل اذا كما قلت في البدايه فالفيديو تاعنا غادي يتعلق بالطريقه اللي كيشغل لينا بها هذا السيخ هذا واللي سبق لنا اننا عرفنا الطريقه كيفاش يمكن لنا نصاوبوا هذا السيخ فبعض الاشخاص سولوني على طريقه كيفاش كيشتغل وكيفاش يمكن لينا نبحثو به على بعض الاشياء فاليوم غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نبحثو على هاد الاشياء وغادي نشوفو كيفاش كتفعل لينا هاد الاسياخ مع كل معدن ومن بعد غادي نديرو تجربه اللي غادي نشوفو فيها شكون هو المعدن الاول اللي كيجذب لينا الاسياخ قبل من المعادن الأخرى هنا هنا قطع نقديه لانه ما عندي حتى قطعه من الذهب وكنعرفوا القطع النقديه فيهم واحد القليل من الذهب وهنايا عندي قطع من الالومنيوم وهنايا قطع من النحاس وفي الأخير عندي قطع ديال الحديد وكما نعرف الحديد فهو معدن مغناط أما المعادن الأخرى فهي غير ممغناطة في البداية غادي نبداو بالقطعة ديال الحديد كيف ما كتشوفوا معايا فوضعت هنايا في الامام القطع ديال الحديد وغادي نقوم بتجربه عليهم بالاسياخ ونشوف كيفاش غادي معهم الاسياخ اذا كما شفتوا معايا فقطع الحديد ملي كنوصل للمكان فين كيتواجدوا الاسياخ كتاكس لي ولكن من بعد 4 ديال الثواني حتى لخمسة ديال الثواني كتفتح الاسياخ مره اخرى ودابا غادي نمروا للمعدن الثاني اللي هو ديال النحاس فوضعت في الامام القطع ديال النحاس وغادي نحاول نقوم بتجربه عليهم ايضا فكما لاحظتم بالنسبة للنحاس فكاين اختلاف مع الحديد من بعد ما كان مر من فوق المكان اللي فيه النحاس فالأسياخ كتأكس ولكن كتبقى مأكسة بالعكس ديال الحديد اللي كتأكس غير أربعة ديال تواني خمسة ديال تواني وكتفتح ليا ودابا غندوز للمعدن الثاني اللي هو الألمنيوم فبالنسبة للألمنيوم فهو كذلك بنفس الطريقة ديال النحاس فالأسياخ كتأكس وكتبقى مأكسة حتى كنخرج من المكان اللي فيه الألمنيوم عاد كتفتح لي الأسياخ وفي الأخير دابا غنشوفو القطع النقدية فبالنسبة للقطع النقدية فهي كذلك مثلها مثل النحاس والألمنيوم فالأسياخ كتبقى مأكسالية فكنستنتجو من هاد التجربة هو أن الأسياخ كيتأكسو على المعادن الغير الممغنطة وكيبقاو مأكسين بالعكس ديال المعادن الممغنطة اللي هي الحديد فكيتأكسو غير واحد ربعة ديال ثواني تال خمسة ديال الثواني وكيتفتحو الأسياخ وكذلك بالنسبة لبعض الأحجار المشعة ما عنديش هنا شي حجرة باش نقوم بتجربة عليها فهي بحالها بحال الحديد الأسياغ كتكس ومن بعد كتفتح وغادي نمشيو نديرو تجربة أخرى اللي غادي يمكن بها ميزة أخرى بالنسبة لهاد الأسياغ واللي هي غادي شكون هو المعدن اللي كيجذب لنا الأسياغ قبل من المعدن الآخر فوضعت في الامام ديالي القطع النقدية وقطع الالومنيوم وقطع النحاس فغادي نشوف شكون هو المعدن اللي كتجه ليه الاسياغ الاول ومن بعد غنحيدو ونشوفو المعدن الثاني أو هكذا حتى نشوفو المعادن كامله كما شاهدتوا فالاسياخ من البدايه ديالها كتجه ليا المكان اللي فيه القطع النقديه رغم اني بغيت نتجنب القطع النقديه ولكن دائما الاسياخ كتجه ليا المكان اللي فيه القطع النقديه دابا غنحيد القطع النقديه ونشوف ما بين الالومنيوم والنحاس اذا من بعد التجربه فلاحظتوا معايا فالاسياخ فالاسياخ كتجه لنا القطاع ديال النحاس فمن بعد القطاع النقديه الاسياخ كتختار لنا قطاع ديال النحاس وغنقوم دابا بازاله النحاس ونضيف قطاع ديال الحديد ونشوف الحديد مع الألمنيوم فمن بعد القطع النقديه والقطع ديال النحاس الاسياخ كتجه للقطع ديال الالومنيوم وهكذا يمكن لينا نقولوا في الاخير بلي ان هاد الاسياخ تنجذب لينا نحو المعادن اللي عندها قيمه بالنسبه للمكان اللي نبحث فيه فاذا كنا في مكان فيه النحاس والآلمنيوم والحديد فالاول غادي تنجذب لينا المكان اللي فيه النحاس وكما شفنا ايضا في التجربه الاولى انها فوق المعادن الممغنطه ما كتبقاش اكسلنا واحد المده طويله وبديك الطريقه كنعرفوا ان داك المعدن بلي انه ممغنط او حجر مشع وهكذا كان أكدوا التجربة ديال صنع هاد الأسياخ عن طريق اللفات اللي كنا وضعناها وبالنسبة اللي بغي يشوف الفيديو كيفاش يمكن ليه يصاوب بحال هاد الأسياخ فغادي نوضع لكم فغادي نوضع لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف اذا في الاخير كنتمنى انكم تكونوا استفدتم معايا في هذا الفيديو واللي ما فهمش شي حاجه يمكن ليه يخليها ليا في التعليق ديالو وما تنساوناش بالدعم تاعكم باللايكات واللي ما مشتركش في القناه يشترك والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله